يلا ادفع ادفع. هيني وصلت الكوكب تبعي، كوكب سوبرمان الأزرق، وأخيرا لهذا المكان. مثل ما انت شايفين قدام عيونكو وصلته لهذا المكان. شوفوا كوكب الأزرق، واو، في كوكبين، في كوكب لونه أصفر وفي كوكب لونه أخضر. قبل ما تكملوا الفيلم حبيت أحكي لكو إني فتحت قناة جديدة اسمها أحمد إنفور، راح أصير أنزل عليها أفلام رائعة كثير كثير، الكل يشترك فيها، بنزل عليها أفلام خرافية كثير كثير. بتلاقوا الرابط تبع هاي القناة تحت في صندوق الوصف أو في الديسكريبشن، الكل يدخل على هذا الرابط ويجي يشترك في هاي القناة. بتشتركوا في القناة مثل هيك، بتكبسوا على زر الاشتراك أو السبسكرايب وبتفعلوا جرس التنبيهات مثل هيك، وبتحطوا على الكل أو أول في الإنجليزي. وبس يا شباب، أنا عندي هسا 6 مشتركين قبل ما يجوا جيش M4X5 جيمر وجيش M4X5. خلينا نشوف بعد ما يجوا هذول الجيشين الكبار كثير كثير قديش وكم راح توصل هاي القناة، قناة أحمد M4. يلا يا شباب، الكل يضغط على هذا الفيلم ويحط لايك ويكتب كومنت رائع مثله. وبس يا شباب، يلا مشاهدة ممتعة، كملوا الفيلم. يا سلام، بدي افرجيكم الكوكب تبعي من الداخل. انا دفعت الكوكب تبعي من بعيد كثير كثير عبين ما وصلت لهذا المكان، لانه هذا المكان تحتي مدينة، وطلع في عندي جيران، طلع في هوني كوكب لونه اخضر، وطلع هوني في كوكب لونه اصفر. يلا خلينا انزل. وي، انت جاهزين عشان تشوفوا الكوكب تبعي من الداخل؟ 1 2 3. شوفوا، ايوه هذا هو الكوكب تبعي باللون الاحمر وباللون الازرق، الالوان المفضلة لعندي. اتطلعوا صورتي هاي وانا بحلق في الهواء، واتطلعوا هوني انا يا شباب قاعد بتصور، هوني انا، صوروني بعد ما قتلت كل الاشرار الاقوياء جدا جدا. واتطلعوا هوني انا كنت قاعد بجمع طاقاتي عشان اروح واقتل الاشرار كلها. انا هو سوبرمان الازرق القوي جدا جدا، وهذا هو الكوكب تبعي بالكامل مثل ما انتم شايفين قدام عيونكم. هذا هو الكوكب تبعي، وهذا الحاسوب اللي بيحكي لي وين موقع الاشرار، وهذا الحاسوب ما في احد بيقدر يتبعه، حاسوب قديم بس هذا قوي جدا جدا. الحاسوب اللي انتم شايفين قدام عيونكم وشايفين هاي، هذا جسم واحد شرير كان قوي جدا جدا. هاي هي نهايته، هاي هي نهايته، نصف جسم انسان طبيعي ونصف هيكل عظمي. وتطلعوا كيف بطنه وضعت فيها دود مثل ما انتم شايفين، وهي التلفاز والملابس تبعوني، وهي هذا الصندوق اللي بحط فيه البلوكات عشان اوصل من كوكبي للكواكب الاخرى. يلا يا شباب، شو رايكم نروح عند الكواكب الثانيه الاصفر والاخضر، نشوف مين بداخلهم، واذا كانوا من الابطال الخارقين يصيروا اصدقائي. يلا 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 يلا, يلا يا سوبرمان، خلينا نوصل على اي واحد، على الاخضر ولا على الاصفر؟ خلينا افكر. انا عرفت، بدنا نروح عند الاصفر، عند الاصفر. يلا خلينا اوصل طريق. طلعوا يا شباب، هو انا بقدر اروح وانا طاير، بس خلص عادي عادي، بدي اوصل طريق رائعه عشان تحبوها كثير. اطلعوا، هاي الطريق انا دائما بوصلها. اطلعوا كيف، هاي هي الطريق. يا سلام يا سلام، وصل طريق يا سوبرمان. يلا خلينا اوصل يا سوبرمان، وصل. خلينا اسوي مثل هيك، واو والله هاي الطريق رائعة جدا جدا، اطلعوا ما اجملها. هيني تقريبا وصلت للكوكب اللي لونه اصفر، خلينا اسوي مثل هيك، هيني وصلت. شوف الطريق ما اجملها، طريق من اللون الاحمر والازرق. يلا خلينا انزل، مين بتتوقعوا؟ 1 2 3. خلينا ننزل. مرحبا مرحبا سوبرمان الاصفر. نعم انا هو سوبرمان الاصفر، انت شكلك سوبرمان الازرق. نعم انا هو سوبرمان الازرق. واو ما عمري توقعت انه في واحد مثلي لونه اصفر.
حتى انا، بس انا كنت سامع عنك من زمان، بس انت ما كنت تعرف عني. انا هو سوبرمان الاصفر مثل ما انت شايف، نسخة طبق الاصل عنك، نسخة طبق الاصل عنك. واو. بس انا بختلف في اللون، وقوتي هاي كهربائية سريعة مثلك، بس واو. بدل الليزر هو ليزر الاصفر الكهربائي. وهون مثل ما انت شايف انا من ابطال الدي سي ومن ابطال الانتقام مثل ما انت شايفون. واو. وهون انا بقاتل شبيه الثاني اللي هو الاصفر الشيطاني. واو والله شكلك قوي جدا جدا يا سوبر، يا سوبرمان الاصفر. لازم نكون أكيد. فريق انا وياك، لازم نكون فريق ونقتل الاشرار. نعم. كلياتهم. نعم، إذا كوننا فريق راح نكون أنا وياك أقوى اثنين، بس هاي لسه لازم نقعد قاعدة ليلة علشان أنا وياك نجيب الأسلحة ونبني المركز تبعنا. وفي هذا الوقت أنا وياك راح نستمتع كثير كثير بوقتنا، فلازم نسوي إشي خرافي. إيش بدك تسوي الآن؟ أوه شو رأيك نروح عند صديقنا هذا، هذا اللي ما بعرف إذا راح يكون صديقنا ولا لا. وتعال تعال بدك أفرجيك، شايف كيف حولت من ليل الى نهار؟ شايف كيف؟ نعم. شايف هذا الكوكب اللي لونه اخضر؟ شو رايك نروح نوصل عنده هذا الكوكب؟ والله انا بحكي يا صديقي سوبرمان الازرق، في هذا الوقت انا بقدر اروح انقذ فيها حياة الناس من الاشرار والمجرمين، خصوصا في هذا الوقت من الان الظهر بتكون فيه جرائم كثير. ايش رأيك انت تضل هون وتروح تستكشف تكتشف مين الموجود في هذا الكوكب الاخضر، وبعديها لما ارجع انا على الكوكب قل لي مين، علشان انا يكون انقذت الناس من المجرمين وانت شفت اللي مين. ماشي. خلص. والفريق الجاي راح نكون فيه انا وياك وراح نقاتل المجرمين. اتفقنا. يلا يا صديقي. اتفقنا. انت بتقدر تطير مثلي كمان في الوشاح تبعك؟ اكيد اكيد. يلا يا صديقي انا هسه بدي اروح. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شايفينه يا شباب هذا سوبرمان الاصفر هو راح يكون صديقي، بس في هذا الوقت هو بده يروح وبده ينقذ الاشرار، بده ينقذ الابرياء من الاشرار. يلا يا شباب خلينا اوصل انا عند هذا الكوكب اللي لونه اخضر ونشوف مين بداخله. يلا خلينا اوصل الطريق تبعي باللون الاحمر والازرق. وصل يا سوبرمان الازرق، وصل مثل هيك ومثل هيك. هذا اجمل طريق بشوفه بحياتي، انا متاكد انه ما في احد بسوي طريق بهذا الجمال. هيني وصلت لعند هذا الكوكب. انتو مين بتتوقعوا من سبع المستحيلات يكون تخيلوا يكون سوبرمان الاخضر؟ يعني انا كنت سوبرمان الازرق وهذا سوبرمان الاصفر، معقول انه يكون سوبرمان الاخضر؟ ما اتوقع ما اتوقع. هسه انا وياكو بننزل نكتشف مع بعض. يلا وي خلينا نشوف. سو سو سوبر سوبرمان الأخضر، سوبرمان الأزرق. أنا ما كنت متوقع إنه في لون من هذه الألوان كمان أنت. واو حتى أنا ما كنت متوقع، أنا فكرت بس في اللي هو سوبرمان الأخضر. وأنا كمان أنا مفكرت إنه بس في سوبرمان الأزرق وكمان في سوبرمان الأصفر. تعال شوفه. واو. تعال شوفه سوبرمان الأصفر. نعم نعم يا ويلي، هاي الكوكب تبعي الأزرق وهذا كوكب سوبرمان الأصفر. هاي اللي بدنا نروح أفرجيك إياه. تعال تعال شوفه. يلا يلا. واو شكله جميل. نعم نعم جميل كثير كثير. طلع واو هذا هو، بس ليش بقاتل بحاله ولا ايه؟ مين هذا؟ هذا هذا واحد شبيهه، هذا الاصفر الشيطاني صار يحكي لي. طلع كيف طلع، هذا هو شكله، طلع مثلنا تماما، طلعنا احنا فريق واحنا مش عارفين حالنا من زمان. واو هاد لو نكون معه صداقه راح نصير انا وياك هو اقوى فريق بالتاريخ. مظبوط هذا الكلام؟ طبعا انا صرت صديقه. تعال انت كمان شوف الكوكب تبعي كوكب الازرق. تعال شوفه يا سوبرمان الاخضر. واو يلا يلا هين جاي. وي بم. واو انت كمان بتقدر تطير؟ اكيد انا عندي جناحات. والله انه قوي جدا جدا. تفضل هذا هو الكوكب تبعي من الداخل، شوفه هذا هو هذا هو. واو كوكبك لونه ازرق واحمر على اللون تبعك، كوكب خرافي جدا. يا سلام خرافي كثير كثير، بس انا وياك هسه لازم نجتمع علشان نسوي
اللي هو الفريق ونقاتل الأشرار طبعاً. الأصفر راح يقاتل مزبوط؟ راح يقاتل. صار يحكي لي بالوقت اللي بتتعرف عليه على سوبرمان الأخضر، أنا بروح وبقاتل وبروح وبقاتل. يلا شو رأيك أنا وياك هسا نوصل طريق رائعة بين كواكبنا ونروح بعضيها نقتل الأشرار، شو رأيك؟ أنا موافق بالتأكيد. إيش بدك لون البلوكات نوصل فيها؟ يلا يلا هي أعطيني بلوكات باللون الأخضر وباللون الأصفر، أنا بدي أفرجيك شو بدي أسوي. اللون الأخضر هاي مثل هيك، اتفضل هاي اللون الأخضر وهاي اللون الأصفر، أعطيني إياهم. ارجع لورا هيك. أيوة مثل هيك، ضايل الأخضر رميته ورجعت أخذته، أعطيني إياه لو سمعت. اتفضل بسرعة، خليني أخذه مثل هيك ومثل هيك. شكرا لك كثير، شايف من هذا العفو. خلينا نوصل طريق على لوني أنا. يلا زبط معاي زبط معاي يا صديقي. يلا خلينا نوصل طريق كويس كثير كثير مثل هيك. خلص بكفي هسا أخضر باللون الأخضر. شوف شوف كيف بطير، واو جناحات السحرية، شايف شايف أنت قوي جدا جدا. يلا تعال ساعدني عشان نقتل الأشرار بأسرع وقت. يلا مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك ومثل هيك ومثل هيك، هذا لونك اللون الأخضر تماما مثل هيك، سوي هذا الخط باللون الأزرق سويه يا صديقي. يلا 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 خلينا نحط هذا باللون الأزرق مثل هيك. الله طلع كيف بطير، شوف شوف عليك. كيف أنا وين بدك تسوي هذا باللون الأخضر؟ أصفر، هذا أصفر في اللون الأصفر. أوه. خليني أسوي باللون الأصفر مثل أعطيني هيك. أوه. يلا تشوف شوف كيف أنا بوصل. يلا برش كيف. واو والله إنك مضحك جدا جدا. شوف شوف واو انت سريع جدا جدا، كفو عليك كفو عليك. هاي نقربنا نخلص الطريق الرائعة تبعتنا عشان نسوي طريق للمركز تبعنا، نسوي مركز قوي جدا جدا. يلا يا صديقي، هاي يا صديقي. نعم. اعطيني الاجنحة، بدنا نروح وبدنا ندور على الاشرار. بيب 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 بيب. ايه جهاز تبع الأشرار قاعد برين، تعال نروح نشوفه. تعال بسرعة بسرعة، تعال نروح نشوفه بسرعة ما يكون. بيب هنالك أشرار، بيب هنالك أشرار في الساحة. وين؟ إيه خلينا نشوف في الساحة. إيه طلع في أشرار بالساحة يا صديقي سوبرمان الأخضر، معناته أنا وياك لازم نروح على الساحة. طبعا. يلا يا صديقي، بدت الشمس تغيب، شكله أشرار طلعت، يلا لازم نروح على الساحة. شوف كيف جناحاتي، شوف كف عليك. يلا يا شباب بدنا نروح على الساحة ونقتلهم هذول الأشرار. اتطلعوا كيف كواكبنا من بعيد مبينة، كوكب سوبرمان الأصفر وكوكب سوبرمان الأخضر وكوكب سوبرمان الأزرق. ويلا يا شباب على الساحة بسرعة يا شباب، أنا قاعد بطير فوق المباني وفوق الأبراج، كل هذا عشان أروح بأسرع ما يكون على ساحة القتال ونقتل الأشرار. طلعوا الدنيا صارت ليل. هاي يا صديقي وصلت ولا لا؟ صار لي ساعتين واصل. يلا يلا يا صديقي بدنا ندخل عليهم ونقاتلهم. طبعا يلا هاي يارينا انطلق هجوم. خلينا اكل جولدن ابل. طلع طلع ذول هذا المنظر، موتوا يا ويلي. شو هذا شو هذا المنظر يا ويلي، بطلت شايف ايش يا صديقي. ايه شو هذا شو هذا، مش شايف ايش قدامي. خلينا اطير لفوق، شايف انت؟ واو شايف شو هذا؟ شايف 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 طبعا كيف. يا ويلي يا ويلي بدي احول، بدي اسوي الدنيا نهار بقدرة الخارقة. اتطلع كيف بقاتلوا بعض كمان، الدنيا بدها تصير نار الان. يلا يا شباب تعالوا لهون. وين اختفوا؟ شو هذا شو هذا؟ خلينا نروح ادور عليهم هذول، وين راحوا وين اختفوا يا ويلي؟ وراك زومبي. ايه زومبي وراي، تعالون قد لك هاي، تعالون راح اقتلك. وين اختفوا هذول الانترمنات؟ وين اختفوا هذول؟ يلا يلا وراك. ايه في هذول، اطلع كل زومبي، شكلهم الزومبي قضوا على الانترمان. موتوا موتوا كلياتكم، ايوه مثل هيك. يلا موت انت، يلا موتوا قضينا عليهم. ايه شو عاشوا رجعوا عاشوا رجعوا عاشي. يا ويلي موت موت
موت موت. اوه هسا بنكون قتلناهم. يا سلام يا سلام. شو هذا؟ ايه كمان مرة. يا ويلي شو هذا؟ موتوا تعالوا. اخ طلع معك واقع جدا جدا. يا ويلي خليني اطير لفوق مثل هيك تماما وبعدين بدي انقض عليهم مثل الصقر مثل النسير. خذ هاي هاي. ضربت واحد قتلت الاول. خذ لك هاي. يلا الثاني الثاني. هاي الثاني يا صديقي. يلا قتل معاي. وهي الثالث. تعال هون. هاي الثالث. طلع في جماعة من الزومبي هون. لا مش راح اعيش. كم راح اعيش. خذ لك هاي. وهسه راح اكون قاتله. ايه طلع في رجعوا هذول الاندمان. يا ويلي خلنا اتخلص منه هذا الزومبي مثل هيك تماما. وتعال انت من هون. يا ويلي بلشوا بلشوا يشتغلوا. تطلع كيف مناظرهم هذول مرعبات جدا جدا. اوه موت. اتفجر. ما تفجرش هاد. شو اللي صار؟ انا وين؟ انا وين؟ يا ويلي طلع كيف قاعد بطير. يا ويلي شو اللي قاعد شو هذا اللي قاعدين بتطيروا؟ شايف انت؟ يا ويلي يلا طايل واحد طايل واحد. تعالوا قتلنا. تفجر. ايه شو هذا؟ شو هذا؟ صديقي صديقي. يا ويلي تعال لهون يا صديقي ساعدني. اوه يا ويلي يا ويلي شايفين يا شباب؟ اوه عيني قدرت اطلع من هاي اللعنة. انا وياك يا صديقي سوبرمان الاخضر راح نكون فريق رائع. انا وياك. انا هو أكيد. سوبرمان الازرق وانت سوبرمان الاخضر وصديقنا الثالث سوبرمان الاصفر. طبعا طبعا. وهيك منكون انا وياك اقوى اثنين واقوى فريق في العالم. نعم. والحمد لله. والحمد لله.